بعد ما كانت البلدية تعتمد على النسخ الاحتياطية وعلى المصالح القضائية في استخراج مختلف السجلات، وبالتالي وين سعينا في هذه الثلاث سنوات الأخيرة إلى إنشاء سجلات كتابية كتبناها بخط اليد، ومن بعد وصلنا لعملية الرقمنة تاع هذه السجلات التي تم إنشاؤها من جديد، وهذا العدد وصل أكثر من 650 ألف عقد، ورانا في مراحلها الأخيرة أكثر من 97% من العملية، وين تولي حال المدينة تمتلك ذاكرة خاصة بها ولا تستعين بذاكرة احتياطية الموجودة على مستوى العدد. وهذه السجلات قد أتلفتها فيضانات 2011، وين بقت الحالة المدنية بدون سجلات لمدة أكثر من 10 سنوات. العملية تبدأ بإنشاء السجلات أولا، تكتب سجلات، ثم تجي المرحلة الثانية نديروا سكانر، ومن بعد نسيزوه، نسيزو هذا كي يقول له، ويدخل العمل، نخرجوا اللي كانت صورة ونديروا السجل الجديد.